الشيخ من المقاصة بعد انتهاء الموسم واتجاه برفض تمديد الإعارة. المقاصة طبعا نفسهم يتمسكوا بأحمد الشيخ لأطول فترة ممكنة، لكن الجهاز الفني للأهلي عنده رغبة في سرعة عودة أحمد الشيخ مع نهاية الموسم. خلاص رفض. في حالة من الاستياء لدى فريق الأهلي للكرة الطائرة من مسؤولي الترجي التونسي الشقيق، حالة كبيرة من الاستياء سيطرت على بعثة الفريق المتواجدة حاليا في تونس استعدادا لبطولة أفريقيا للأندية بسبب تعنت مسؤولي نادي الترجي مستضيف البطولة في حجز فندق الإقامة لبعثة الأهلي. وقدم مسؤول الترجي أو قام مسؤول الترجي بحجز فندق إقامة للفرق المشاركة في البطولة ومن بينها الأهلي على مسافة بعيدة شوية عن الملعب بحوالي ساعة ونص، وهو الأمر اللي بيسبب إرهاق كبير للعيبة في انتقالاتها وتحركها من التمرين للفندق كل يوم. والجهاز الفني للأهلي أبلغ مسؤول الاتحاد الأفريقي بتحفظ النادي على هذه الجزئية، خصوصا أن الأمر هيخل بمبدأ تكافؤ الفرص حيث يقيم الترجي في فندق قريب للغاية من ملعب البطولة، بينما باقي الفرق مع الأهلي تحتاج لنحو ساعة ونصف على الأقل للتنقل يوميا. نجم الكرة الطائرة بس في احنا الأهلي عايزين بما أننا اتكلمنا على الكرة الطائرة نقرأ القرعة. اتعرفت من لحظات. اتفضل. المجموعة بتاعت الأهلي هتضم الترجي والأهلي الليبي وبافيا الكاميروني. بافيا الكاميروني فريق قوي. وطبعا احنا مع الترجي نتمنى ان احنا نتأهل الى الدور الثاني ونبعد بقدر الامكان عن سكة الفرق المصرية يعني. طيب. البطولة من 17 ل 28 مارس. ان شاء الله. ان شاء الله. انا اعتقد يعني الاهلي بهذه الاستعدادات يا باشمهندس داخل في منافسه جاده على اللقب الافريقي. اي بس تحطيني انا والفرق المنافسه فين تكافؤ الفرص؟ غير لائق يعني. الاتحادات ساعات بتعمل حاجه، اين الاتحاد الافريقي؟ يعني انت بتعمل تحطيني على موعد ساعه ونص تهدي حيلي عشان اروح الملعب في سفر كل يوم، ما غير لائق الكلام ده. وده برضو يقودنا ان احنا في الكوره بيحصل الناس بتسافر بدري وتشوف الحجز وتشوف وتثير المشاكل وقبليها بفتره عشان تاخد المكان اللائق. عبد الحليم عبو بقى لاعب الكره الطايره بالنادي الاهلي قال ان الفريق عنده تصميم كبير ان شاء الله على العوده الى مصر بلقب بطوله افريقيا. البطوله تبدا 17 وتخلص 28 الشهر ده ان شاء الله. واشار نجم الاهلي الى ان اللقب سيكون اقل هديه يمكن تقديمها الى الجماهير، وقال ان الفريق لديه امل كبير هذا الموسم في الفوز ايضا بلقب الدوري بعد المشوار الرائع اللي تحقق طيله الموسم بالفوز بكل المباريات، لكن التوفيق لم يكن حليف الاهلي في المباراه الاخيره اللي خسرها امام الجيش. واوضح عبد الحليم ان النادي قام بدعم الفريق هذا الموسم بلاعبين جيدين في وجود جهاز فني على اعلى مستوى بقياده الكابتن محمد مصلحي، وهو الامر الذي يحتم على اللاعبين ضروره الفوز بلقب افريقيا لتعويض الجماهير عما حدث في الدوري. مؤكد. يعني انت بتعول على بطوله افريقيا، ما ينفعش فريق بحجم النجوم اللي موجوده فريق النادي الاهلي يخرج من الموسم كده ما عندوش بطوله تقيله يعني. فهو باذن الله يحصل على هذه البطوله. طيب سريعا الى تونس الكابتن محمد مصلحي المدير الفني للاهلي ونشوف اخر استعدادات الاهلي للبطوله. كابتن محمد مساء الخير. مساء الفل يا حضرتك. اهلا بيك، تحياتي وتحيات المهندس عادل القيعي. اهلا وسهلا يا كابتن عادل، حضرتك ازيك يا محمد؟ الحمد لله ربنا يخليك كابتن. بقول يا محمد كنا بعض مع بعض في الاردن اظن وانت شبل صغير لسه طالع كده يوم ما خدنا البطوله العربيه من غير الدوليين وانت كنت طالع زي الوحش. ربنا يخليك، بس ده كان هاني مش انا. كان هاني انت ما كنتش معاه؟ انت لعبت بعديه بسنه ولا اتنين؟ والله انا لعبت بعديه على طول بسنه واحده. طيب ما كنتش معانا ليه طيب؟ انا فاكر انكم كنتوا مع بعض على طول، ما علينا يعني. المهم زعلان ليه بقى من الترجي؟ بيقولوا ان انت بتقول وانا اسافر كل ماتش ساعه ونص وهم يقعدوا جنب الكلام ده مظبوط؟
هو مظبوط طبعا، احنا قاعدين تقريبا على بعد ساعتين من الملعب الترجي، حتى انا كان عندي تمرين الصبح لغيته، كان في الملعب الرئيسي لغيته لان ارهاق جدا ان انا اروح ساعتين اتمرن ساعه وارجع ساعتين، ده كان ارهاق على اللعيبه جدا، ففضلت ان انا اتمرن ساعتين على ملعب قريب يعني. والدكتور عمرو المفروض ان هو اشترط ان الترجي يقعد معانا، فما اعرفش صحه الموضوع ده ايه بالظبط، انا مش شايفهم خالص في الاوتيل معانا. لا يعني انا اللي ما اتعملش قبل البطوله صعب يتعمل دلوقتي، انت بقى ايه ما تعيش الازمه غصب عنك يا ابني، هتلعب في الظروف الصعبه دي، ويمكن الظروف الصعبه دي تشكل حافز اضافي ليكو. انت معاك كام فرقه في الموقف ده؟ احنا 17 فرقه البطوله كلها، والمجموعه ان شاء الله فيها اربعه، احنا والترجي وبنغازي اهلي بنغازي وفريق من الكاميرون. الاربع فرق معاك في الموقف ده ولا كل الفرق معاك في الموقف ده؟ الترجي انا ما اعرفش حاجه عنه، الترجي ما اعرفش كان موجود ولا لا، ما شفتهمش. باستثناء الترجي بقيه الفرق معاكوا؟ ايوه بس كده 16 فريق موجودين في الاوتيل ده. طب انت رايك في القرعه ايه يا كابتن؟ الترجي والاهلي الليبي وبافيا الكاميروني، رايك فيها ايه؟ المجموعه طبعا تعتبر صعبه، مش سهله صعب. الترجي فريق طبعا قوي، تقريبا كل لعيبه منتخب تونس، وانا بعتبر الماتش الاولاني ده مفتاح الوصول للنهائي ان شاء الله، وان شاء الله هقعد مع اللعيبه لان لسه القرعه خالصه حالا، هفهمهم الكلام ده كله. من الماتش الاولاني دوت يعتبر هو ماتش اقل مجموعه، بس ماتش مهم جدا هيوصلنا ان شاء الله للنهائي يعني بسهوله اكتر من ان شاء الله لا قدر الله. انت اول ماتش مع الترجي؟ لا مع فرقة الكاميرون. كاميرون فرقة صعبة. ان شاء الله لا يعني ان شاء الله لا، هو ان شاء الله ماتش الترجي، وبعد بنغازي برضه فرقة محترمة مش وحشة يعني. الجدول ايه امتى ومع مين يا كابتن؟ يعني البداية مع بافيا الكاميروني امتى؟ هو لسه الجدول لسه ما جاليش، لسه مخلصين القرعة حالا، بس هو ان شاء الله بكرة وثاني يوم الترجي، يعني ثاني ماتش على طول الترجي. يعني مجموعة خمس فرق، يعني بكرة الجمعة مع بافيا الكاميروني، السبت على طول مع الترجي؟ ان شاء الله ان شاء الله. والحد مع الاهلي الليبي؟ ولا تريح شوية؟ اكيد هيبقى فيه باي، في يوم هيبقى فيه باي، لأن في مجموعة فيها خمس فرق. فممكن تلعب الاثنين كمان. لسه الجدول ما جاش، وبيتفرع دلوقتي ان شاء الله. هم كام مجموعة يا هاني يا محمد؟ أربعة طبعًا. نعم يا كابتن. كم مجموعة؟ أربع مجموعات، واحدة منهم لا. خمس فرق. والنظام بتاخد الأوائل مع بعض والتواني مع بعض ولا مقص بقى؟ هقول لحضرتك، الأول أول المجموعة الأولى بيلعب تاني المجموعة الرابعة. والعكس. وأول المجموعة الثانية بيلعب تاني المجموعة الثالثة والعكس. يعني الأول مع الرابع والثاني تمام. مع الثالثة. تمام. وبعدين الأربع فرق اللي تكسب تطلع بقى برضه بطريقه المقص، برضه نفس الطريقه. بعد دور الثمانيه ماتش واحد. انا فاهم. احنا مجموعتنا الاولى يا كابتن. بعد دور الثمانيه يا كابتن محمد هتوصل اربع فرق. ما اربع فرق فاينل على طول. هتكسب اربع فرق هتخسر. مش كده؟ طيب هيبقى في اربع فرق. اللي هو دور الاربعه سيمي فاينل. اذا هيبقى في اربع فرق. الاربع فرق دي نظام اللعب معاهم ازاي؟ هو برضو الماتش من دور واحد. ماتش من دور واحد يعني الاول مع الثاني والاول مفيش اول وثاني بقى، هتتعمل قرعه ولا ايه؟ لا 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 لا، معموله القرعه بالرقم، الفايز من واحد مع ثلاثه هيلاعب الفايز، وخمسه هيلاعب سته. مش كده؟ مثلا خط سير رقم هيبقى يعني. قرعه هيبقى قرعه. ماشي يا بيه. لا ماشي. ايه؟ لا لحظه واحده، ابراهيم عايز يتكلم معاك لسه. كابتن يعني احنا كده في المجموعه الاولى مش كده؟ احنا في المجموعه الرابعه. طيب السكه في المجموعه الرابعه، هل يعني قدام منك الفرق اللي في المجموعه الرابعه اللي المفترض في الادوار الثانيه هتبقى في طريقك؟ طيب ان شاء الله يعني اذا كسبنا ان شاء الله هيبقى فرقه كينيا، اللي هو سجون كينيا. لو قدر الله خسرنا هيبقى النجم الساحلي في الدور الثمانيه. اوبا. يعني سكتك كينيا والنجم الساحلي. في كم فرقه من تونس يا كابتن محمد؟ في فرقتين. النجم الساحلي والترجي. ايوه بالظبط. وكم فرقه معاك من مصر؟
احنا بس النادي الاهلي. الاهلي بس، الجيش ما راحش. لا لا ما راحش. طب ربنا معاكم بقى انتوا يعني، بالتوفيق وترجعوا بالبطوله ان شاء الله يا كابتن. تحياتنا لكل الناس ان شاء الله. ربنا يخليك يا فندم، ربنا يخليك. شكرا لمحمد مصلحي المدير الفني لفريق النادي الاهلي للكره الطايره.